مرحبا للجميع، انا ساره. اليوم جايتكم بموضوع كل البنات بيحلموا فيه. شو هو؟ الخصر النحيل. اي الخصر النحيل، حلم كل فتاه عربيه، اجنبيه، اوروبيه، اسيويه، افريقيه، من كل انحاء العالم. طيب نحن كيف فينا نحصل على هذا الخصر؟ حيل كانوا يستخدموها من مئات السنين لحتى يحصلوا على خصر نحيف، وكان فعلا خصر صغير كتير. التمارين زائد الحيل، وطبعا ما ننسى الاكل. انا ما رح صحي بالموضوع اللي كل لكم سكرت ممكن وحاش تاكلوا ولا تاكلوا هاي ولا تاكلوا هاي. انا بالنسبه لي اذا حدا بيقول لي هيك بحب اني اكل بزياده اكثر. كل اللي بدك اياه، انت حره، لكن فكري انه عن جد اذا بدك يصير عندك هذا الخصر النحيل وبدك تعملي رياضه وتروحي تاكلي السكريات والحلويات او النشويات، ما رح تستفيدي شيء. رح طيب شو هي الحركات الرياضيه اللي لازم اعملها؟ رح فرجيكم التمارين بعد شوي. الوضعيه لازم تكون بهاي الطريقه. اول شيء فتحت رجلي بمسافه الحوض، تنيت ركبي، يعني ركبي مو مشدودين، تنيتهم نزلتهم شوي، وبعدين خلينا نرجع شوي لورا. تنيت ركبي شوي لتحت، نزلتهم الخلفيه المؤخره داخلي لي اياها لجوا، ما تطلعي لبرا ابدا لحتى تحمي اسفل الظهر، اوكي؟ وبطنك جوا. لازم ما تنسي تتنفسي. تخيلي انه هون في شيء شغلتين وانت عم تضغطي عليهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تضغطي يمين ويسار، يمين ويسار. يعني عن جد انزلي، ما تختصري المسافه، اوكي؟ كملي المسافه للاخير وانزلي. الحركه الثانيه بدي اياكي تجيبي كوعك على مستوى الاكتاف، وترجعي كمان تتني ركبك وتدخلي المؤخره لجوا، البطن جوا، وتنفسنا. هلا بننزل الايد اليمين لتحت وبنرفع الكوع لفوق وبنكرر بهذا الشكل. في خطأ بيعملوه البنات انه ما بيرفعوا الكوع لفوق، بلاحظ عليهم انه الكوع ما بيرفع، لا عجد رفعي الكوع لفوق. الخطأ الثاني انهم بيحطوا ايدهم ورا الركبه او قدام الركبه، لا حطيها بس جنب الركبه. بنات لا تنسوا تعملوا الحركه صح، خليني ارجع اذكركم فيها. فتحت الرجلين بعرض المؤخره، تنيت الركب، مؤخرتي لجوا، بطني ضغطت عليها، ما انسى اني اتنفس، بطني ضغطت عليها يعني سحبتها لظهري وانا عم بتنفس، وانا عم بتنفس، ما بكتم نفسي ابدا. التمرين الثالث عكس التمرين الثالث، نزل الكوع لتحت وارفع الايد لفوق ورجعهم بنقطه البدايه. طبعا الركب مرتخيه، الحوض لجوا، والبطن ضغطت بظهري وما انسى اني اتنفس. نزلت الكوع ورفعت الايد، نزلت الكوع ورفعت الايد، نزلت الكوع ورفعت الايد، شديتها لجنبي لجنبي، يعني خليها تكمل طريقه، خليها تكمل طريقه للاخير، ما تقتصري المسافه. تروح للاخير وهي نقطه البدايه. الحركه الرابعه انا جيت 1 2 3 4 5 6 7 8. الحركات الثلاثه الاولى والثانيه والثالثه رح يكون الحوض ثابت تماما، لكن بهي الحركه الرابعه بدي اياكي ترفعي ايديكي مع حركه الحوض، وتحاولي كانك عم تلمسي السقف. خلصوا دقيقتين من التمرين، بدي اياكي تشغلي اغنيه 4 دقائق مدتها للرقص الشرقي. الرقص الشرقي احلى تمرين لنحت الخواصر وحرق دهون البطن. الرقص الشرقي يعني بتختمي هالاربع تمارين اللي عملناهم رقص شرقي حر، لكن احرصي على انه تحركي الخصر منيح، دائما كوني عم تحركي الخصر، حركي الكتفين اثناء الرقص. خلصنا من التمارين، خلصنا من الاكل، خليني اخبركم عن الحيله اللي كانوا يستخدموها من الاف السنين حتى يحصلوا على خصر نحيف. خليني اورجيكم اياها. حتى انا عن نفسي شخصيا بستخدم هاي الكورسه. هاي الكورسه اذا ما التزمتي بالتمارين والاكل، على فكره ما بنصحك تاخذيها لاني ما راح تفيدك شيء. هي بتعزز النحت تبع الخصر، يعني اذا كانت لهي البنيه العظميه عندك شوي عريضه من هون بتحاول انه تضغط عليها. هي الكورس عملتها مشان اشوف شو بتاثر شو بتعمل.
الصراحة عملت دهون أكتر هون، يعني إيه نحفت الخصر من فوق وعملت دهون. إذا ملاحظين شوفوا كيف عليها بوانت من هون، هذا بنحف من هذا الطرف، لكن الدهون طلعت من هون. لذلك ما بنصحكم فيها عن جد. وأنا جبت هاي الكورسة كمان، حسيتها كأني إذا وحدة كانت ولدانة جديد فيها تستعمل، لأني ما كتير يعني حسيت إنه استفدت عليها. هاي الكورسة كمان تشبه يلي لابستها هلا، لكن مسكرة كلها، فتضايقت لما لبستها، يعني بس لأني إنه قماشة مسكر كلها، فأنا اللي لابستها قماشة فيه إله فراغات، هي حسيتها أحلى يعني بتساعد هيك على تنفس الجلد. الكورست بتدعم الشغل اللي عملتيه مع الأكل والرياضة، إذا ما التزمتي بتمارين والحمية الغذائية الصح، الكورست ما رح تساعدك بشي. وهذا كل شيء لليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. طبعا إذا عجبكم شاركوه مع بنات بيحبوا يحصلوا على خصر نحيف، اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وبحبكم كتير، بشوفكم بفيديوهات جديدة. باي باي.